قال له الرئيس ميقات للرئيس عون ما في مشكلة منخلي وزارة الطاقة معكم، وهو كان عم بيقول انه عم بيقدم بادرة ايجابية، بس منشيل الوزيرين الوزير عصام شرف الدين لانه النائب طلال ارسلين بطل بالمجلس النواب، بيكون اقرب لوليد جنبلاط بحكم تمثيله للطائفة الدرزية مثل ما بتعرف طبعا، وامين سلام كمان لانه في نواب الشمال بدهم يتمثلوا بوزير، فكان هذا طرح ميقاتي. وإذ أتى الجواب ليس من ميشيل عون الرئيس، أتى الجواب من جبران باسيل الذي رأى في هذه التشكيلة ضرب لتمثيله في الحكومة فرفض هذه التشكيلة. عم بنقول أنا أجواء اللي قالت أنه الوزير باسيل يتدخل في الموضوع، واشترط 6 وزراء مسيحيين زائد وزراء آخرين يكملون العدد الضامن للثلث المعطل. فعدنا إلى المربع الأول لتشكيل حكومة ميقاتي هيدي من زمان إذا منتذكر قصة الثلث المعطل. شوفي، رح أرجع ذكرك بالجلسة اللي تمت بمجلس النواب مع الرئيس ميقاتي، كان واضح جدا الوزير باسيل بكلامه مع الرئيس ميقاتي قدام 17 نائب، في وسيط بيننا وبينك قال لا، في حديث بيننا وبينك عن الحكومة قال لا، نحن عم نتدخل معك قال لا، واليوم بعدنا عم نعيد نفس الحديث. رئيس ميقاتي هو ومكاتبه الإعلامية عندهم الحرية الكاملة يحكوا اللي بدهم إياه، ولكن ما فينا نتأكد من هذا الكلام بدون ما يكون في الطرف الآخر يقلك إذا إيه أو لا. رئيس ميقاتي تشكيل الحكومة تكون مع فخامة الرئيس، بحب يطلع عند فخامة الرئيس ويلاقي صيغة لتأليف حكومة أصيلة، نعم، يتفق عليها هو فخامة الرئيس، هيدا نظامنا وهيدا دستورنا، غير هيك مع الباقيين الأطراف في إذا بحب يعمل اللي بده إياه، ولكن هنيك المكان الصحيح بدل ما يطلع يسافر لبرا ويقضي 10 أيام خارج لبنان قد ما في قضيهم بلبنان عند رئيس الجمهورية ويلاقي حل للحكومة. كل الناس سافرت بس هو لا لا كل لا الناس لا سافرت لا 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 لحظة لا مش كل الناس فيها تسافر. رئيس حكومة ببلد خربان الناس واقفة فيه على طوابير على الأفران وفي عندك 100 مشكل بالبلد، لا ما فيك تسافر وتتركيه، وإلا ما تعمل رئيس حكومة مكلف. نعم، عمل إنسان عادي وعيش حياتك بشكل عادي، ما هو بس ما فيك تحمل مسؤولية على بلد بس ما هو وتحس حالك أنه فيك تغيب وتروح تعمل. ما هو قال وأعلن أنه اتصل على القصر الجمهوري منذ فترة دغري بعد تقديم هذه التشكيلة اللي تم تسريبها وما لقى جواب. هو اتصل عيد، بتصور كان في عيد، عيد بالعيد وقال أنا مسافر بس. يعني عم تنفي الحكومة يعني هو قال لا، هو اتصل وطلب موعد، قال نحن طالبين موعد لحد، قال ايه منرجع لكم، ردوا ايه منرجع لكم وما رجعوا. هذا الكلام مش دقيق، مش دقيق، مش دقيق. وقبل مرة أعلن أكثر من حدا أنه مش دقيق من نواب ووزراء، وبتصور القصر طلع بيان أنه هذا الكلام مش دقيق. الدقيق اليوم أنه في صيغة حكومية تقدمت بساعات من بعد الاستشارات، كانت مش مقبولة ولا من طرفه، كانت بتأكد على أنه في رغبة عند رئيس الحكومة بعدم تشكيل حكومة، نقال خلينا نبحث بالأسماء، ما بتتقدم الصيغة وبتوقف هنيك، بتتقدم للبحث بالأسماء. هلأ صار في بحث؟ شو صار؟ خلينا نعرف منك، شفنا البيانات المتبادلة، هلأ شو رح يكون نهايتها ما بعرف، بس خلينا نعرف من حضرتك لأنه بعرف أنك مطلع، حتى ولو يعني أنت بتطير لكنك مطلع على أجواء القصر أيضا، ومنهم من لا يفرق بين الاثنين، بس أنا هلأ عم فرق كون حضرتك قلت لي أنه القصر شيء وجبران باسيل شيء تاني. شو صار بهذا الاجتماع؟ هل فعلا الرئيس ميقاتي قال له للرئيس عون غير الأسماء يلي حطيت عليها إكس؟ لا، كان أنا اللي بعرفه أنه ما كان اجتماع إيجابي بالمعلومات اللي عندي إياها. نعم، وكان الحكي سطحي بموضوع الحكومي، ما كان بالعمق. ما قال له بغير الاسماء اللي معترض عليها؟ مش أكثر. شو قال؟ لا. شو صار؟ طلب الرئيس بانه يكون في حكومه متكامله تقدر تكون بحجم الوضع اللي عم يمرق فيه البلد، ونقدم صيغه كامله. كان رئيس الحكومه عم بنقي ببعض الاسماء، يعني حكيتي جزء منهم انت، انه في اسمين انا بفضل شيلهم اليوم اللي هن عصام شرف الدين وامين سلام. يعني الناس كلها صارت عم تحكي بهذا الموضوع، بس انه مش هيك، يعني مش هيدي هي تاليف الحكومه، يعني مش هيك بتكون تاليف الحكومه ببلد عم بيمرق بازمه بهذا الحجم، مش بهالطريقه بتكون انه عندي انا نكد سياسي بمكان معين عم طبقه على بعض الوزراء وغض النظر عن الباقي وشوف كيف بدي الاقي كيف سير الامور. اذا في نيه جديه بتاليف حكومه
كان في لحديت اليوم على القليل 10 اجتماعات مناقشة جدية بكل اسم باسمه، نوضع الشخص المناسب بالمكان المناسب تنعطي شوية ثقة داخلية وكتير ثقة خارجية تنقدر فعلا نروح للمرحلة اللي جاية. عنا استحقاقات كتير كبيرة بالمرحلة اللي جاية، بعد ناطرنا أمور كتير كبيرة بدهم حكومة أصيلة موجود عليها أشخاص وازنين تقدروا يروحوا يحكوا بموضوع النازحين، بموضوع ترسيم الحدود، بموضوع التدقيق الجنائي. ما فينا نكون بهالخفة عم نشتغل بموضوع الحكومة.